بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الأول: ما هو يلزم علينا لزوما شرعيا أو أدبيا؟ الموضوع الثاني: التقوى. بالنسبة إلى الموضوع الأول، أني أتصور أن هؤلاء الإخوة كلهم يلزم عليهم خمسة أمور لأجل أن يتمكنوا من الخدمة، لأن كل خدمة لابد وأن تكون المقدمة لتلك الخدمة مناسبة لها، مقدمة كل شيء مناسبة لذلك الشيء. فإذا أحبوا الخدمة ويحبون الخدمة طبعا، هذا طريق الخدمة. ومن الطبيعي كلنا نعلم أن كل خدمة فيها مشكلات، يعني الإنسان يقول إننا عندنا مشكلات، هذا لا يبرر. أكو شيء ما فيه مشكلات؟ الحياة كلها مشكلات، خصوصا للأمة المتخلفة والمتأخرة عنده مشكلة، هذا لا شك. فإذا قلنا هذه الأمور مقدمة للخدمة، وتصور الإخوة أن هذه الأمور فيها مشكلات، فلتكن مشكلة. الأمور التي هي مقدمة للخدمة، وكما ذكرناها أيضا في بعض المرات الأخرى، يجب على هؤلاء الإخوة أن يكونوا أناس يتحلون بإمكانية الخدمة. أنت إذا أردت أن تطيب مدينة مرضى ولا تعرف الطب، قيل لك تعلم الطب. فإذا ما تعلمت قلت 18 سنة لازم أدرس، يعني في الحقيقة أنت لا تحب خدمة المدينة في إنقاذها عن الأمراض والغذاء والكساء والمسكنة وما أشبه، وأنت تقول إني أحب أن أخدم هؤلاء عائلتي أولادي. قلنا مقدمة الخدمة لازم تروح تشتغل، شغل فيها صعوبة، يعني في الحقيقة أنك لا تحب الخدمة لعائلتك. الإنسان الذي يحب خدمة ما يجب أن يعمل عملا ما مقدمة لتلك الخدمة. تصور يعني هؤلاء الإخوة خمسة أمور يعملون بها مقدمة للخدمة. أحدها أن يتعمم، والتعمم شيء بسيط، ولعل قسم منهم لا يتمكنون من تكاليف التعمم. نحن مستعدون في خدمتهم بتكاليف التعمم، لأن المعمم هو الذي يتمكن أن يدير المجتمع الشيعي بصورة خاصة. يعني في ثورة 20 في العراق التي وقعت قبل 60 سنة تقريبا أو 64 سنة، المعممون كانوا هم نواة الثورة، لأن المعممين كانوا يذهبون إلى العشائر فيحركون العشائر. العشائر العراقية والإيرانية وما أشبه، هؤلاء مطيعون للمعممين في واضح، مو مطيعين للأفندية. ولو أفندية يقولون إحنا علماء ما يسمعون الأفراد. الآن نفس الشيء،
لعل قسم الأصدقاء يتصور أنه أيام اللي يروح للتبليغ يتعمى وكافي. لا هذا مو كافي، يعني أنت بوجودك يجب أن تكون مبلغا ومبشرا. وحتى في قم إذا ذهبت إلى بيت للتبليغ للإرشاد للوعظ وأنت أفندي ليس أنت واضح. الشيعة بصورة خاصة هسه السنة هذا عندهم لكن مع تطوير، ما علينا الآن بالسنة، هؤلاء إنما يستمعون كلام المعممين. ولهذا في أي مسجد تدخل تشوف الإمام الجماعة معمم، أي خطيب اللي تشوفه تشوفه معمم، أي مرجع تقليد تشوفه تشوفه معمم. وعلى هذا طبيعة الشيعة، وطبيعة الشيعة طبيعة حسنة، لأن يعني التعمم من رسول الله إلى علي إلى الحسن إلى الحسين إلى الإمام المهدي كلهم معممون. وعلماء الشيعة من زمان رسول الله، يعني في زمان رسول الله أيضا علماء الشيعة كانوا مثل سلمان أبي ذر مقداد إلى زمان الإمام الحسين إلى زمان الإمام الصادق إلى زمان الإمام العسكري كلهم معممون. كسب لهم الحق أن لا يتعمموا، لأن كسب مو معنى أن لا يتعمم. ولو أنا أذكر السابق قبل 40-50 سنة كثير من الكسبة أيضا كانوا معممين. فأنتوا إذا أردتوا أن تخدموا الإسلام والمسلمين وقضيتكم يجب أن تتعمموا. بس يقولون مو شرط، صحيح مو شرط، لكن من الصحيح أيضا الناس ما يسمعون كلامكم. يعني أنه هو الآن في الشارع في السوق في البيت أي مكان اللي كنت فيه مثل شعر الشباب، الناس ما يسمعون كلام شباب، قاعدة كلية. الشيء الأول أنت تعمل صعوبة، خليك من الممكن أن فرد أسبوع أو فرد 10 أيام بعض يستهزئ به. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الناس يستهزئون بالأسباب، ثم هذول اللي يستهزئون 4-5-10، أما الجماهير الشعب ملتفتين. الآن تروح للعراق وهو بيتصدر تشوف في مكانات الوكلاء الموجودين كلهم معممين. اتفاقا كان فرد واحد جاي قبل أسبوع من العراق من طريق خانقين، قلت أين كنت؟ قال عند فلان عالم، أقرباء عالم، أعرف ذلك العالم، من أصدقائي كان في ذلك العالم. قلت على صلاة على وضعك، على صلاة على إمامتي، على صلاة على وضعك، خطابتي، كل شيء سميتي. وزن الحكومة ضاغطة عني. الإنسان لازم لا يتصور المشكلة، يتصور الواجب الملقى على عاتقه. بس منهم يتصورون أعمارهم صغيرة، حسنا أعمارهم. أعمار صغيرة أيضا يتدربون على هذا الشيء، مو مهم. موضوع تعمم. الموضوع الثاني، الموضوع الذي ذكرناه أيضا مرة، ذكريات في بيوتكم. مهما عندك غرفة ولو في البيت ولو شريك رايح أسبوعي، يقول على أنه من الممكن الأخ يقول ما أتمكن أنا لأن ما عندي فلوس، ما يحتاج فلوس، أنت أصعد من برك. يقول ما عندي بيت، كل واحد ينام في مكان في نفس المكان، ولو 4 أيام ولو 5 أيام. تدرون إذا فرد 100 واحد كل واحد خلى قراية، يعني 100 قراية صارت، إيش كثر فائدتها؟ ولو كل قراية فرد 10 يجون، 5 يجون، 20 يجون، 30 يجون. يمتلئ. تؤدون الرسالة بهذا الشيء، تكونون أصدقاء الناس بهذا الشيء، توجهون بهذا الشيء. وعلى قول الإمام أمير المؤمنين يقول والعلم يزكو بالإنفاق، يعني كلما أنفقت العلم صار علمك أقوى. الإمام أمير المؤمنين قال العلم خير من المال، ثم بين جهات من جملة الجهات أن المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. عندك 1000 دينار، دينار أعطيت نقص، دينارين أعطيت نقص. عندك 4 كلمات علم مرة قلتها قويت في ذهنك صارت ملك،
ثلاث مرات قلت، أربع مرات قلت، صارت ملكة عندي. هذا الشيء الثاني، مجالس في بيوت، في بيوتكم، بيوتكم سواء كانت غرف المدارس أو بيت، أبويا ما يخلي، قنع أبوك، أمي ما تخلي، قنع أمك. نحن اللي نريد هداية الناس، ما نترك أن نقنع آباءنا وأمهاتنا وهم متدينون، فكن نقنع، نقنع صديقنا. وعلى هذا المعنى قرايات في البيوت هذا كلش مهم. درسي ما يخليني، ليش ما يخليني؟ جيت مشغول 24 ساعة بالدراسة، قلب الأسبوع ساعتين هم للقراءة، ساعة من القراءة في المنزل. ما تتدرب أنت وتتقدم بتدربك هذا. الشيء الثالث، قووا ألسنتكم للخطابة. ايش وقت تريدون تصيرون خطباء؟ وإلا لازم في خوزستان تخطبوا، لازم في البلد تخطبوا، مو أن نخطب، روحوا إحدى المساجد وخطبوا. لازم الله يعطيكم فلوس تخطبوا، إذا كل الخطباء يعطوهم فلوس لا. قووا خطابتكم، هاي في طريق الخدمة في الحقيقة جاء نقولها. قووا خطابتكم حتى تتمكنوا من أن تكونوا خطباء. أنتوا خطباء صيروا أبرع، خطباء بارعين صيروا أبرع، درجات أكثر. في الحقيقة أنتوا إذا اهتممتوا في المستقبل تصيرون خطباء جدا كبار وشخصيات تؤثرون في الناس لمبادئكم وأهدافكم. أنا أذكر فريق خطيب ما أسمي الآن في قم موجود، هذا جاء إلى العراق قبل 45 سنة، هذا كان طفل يصعد من ذلك، حقيقة طفل يصعد من ذلك، حتى كانوا يسمى بخردو من إيران، كان يجي يعني الصغير، خردو في الفارسي يعني الصغير. الناس يقعدون تحت منبره غريب يقعدون، ليش عارف؟ الآن موجود الآن من المدرسين المشهورين في قم. تقولوا احنا اطفال لازم يكون عمرنا 40 سنه 30 سنه حتى احنا خطباء، لا الان انتم خطباء. وشفتم الان عندكم شباب وفراغ وذهن وقاد واعضاء سليمه والحمد لله، العين الاذن اللسان الفكر الذهن، شنو خطباء الان لازم تصيروا خطباء. انا ما يفهمون عربي، انا عربي وفي ايران فارسي، لا في ايران انا عربي. انت اقرا في مسجد امام الرضا الخطبة العربية الممتازة، تمتلئ المسجد، يمتلئ المسجد بالعرب، عرب هواية يقوم أقل تقدير ربع مليون عرب، أقل تقدير موجودين. بس إنسان يجب عليه أن يهتم هو بنفسه، لأن الإنسان لا يقدمه إلا نفسه ولا يؤخره إلا نفسه. حبيب بن مظاهر لا تبي وشبث ابن ربعي كلاهما تلاميذ امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، احدهما صار نفسه ملعونا والاخر صار نفسه مرحوما. شبث ابن ربعي من صنع منه انسانا سيئا؟ نفسه. حبيب بن مظاهر الاسدي من صنع منه انسانا طيبا؟ نفسه. انتم انفسكم الان موجوده، نفس شبث ونفس حبيب، هذول ما كانوا ممتازين، نفسان الله منحها لهما، واحد استعمله في سبيل الخير والآخر في سبيل الشر. تلك النفس أيضا في جسمك وجسمك، يعني لا تنتظروا أن ينزل من السماء شيء، أتوا منهجا موجود وطريقا موجود، امشوا. هو ألسنتكم للخطابة. قسم من الناس يستشكلون في كل شيء، هذا مشكلة وهذا ما يصير وهذا ما يجون وهذا ما يستمعون. فرد مسجد قريب بيتكم، روح هناك اخطب بعد صلاة الإمام مع معمم، من الأولى اثنين يتوقفون أربعة يتوقفون ثلاثة يتوقفون، لكن إذا شافوا خطاب الجميل في الناس يلتفتون عليه ويلتمون حوله. كل الناس يريدون الشيء الجيد، اصنعوا من أنفسكم جيد الناس يلتفتون حوله، لا تصنعوا من أنفسكم جيد إذا ستنفرون منكم. تعمل نقراية في بيوتكم ومدارسكم اللي موجودين أنتم فيها في الأسبوع ليلة،
تقوية الخطابة. الشيء الرابع تقوية الكتابة. انتو شباب، شباب يتمكن يعرف يكتب، متتمكن يعمل حتى تعرف. والآن ناضجين والحمد لله، مجتمع مهيأ، دراسة موجودة وإلى آخره. وهالوسائل الحديثة بكثرة، الله يرحم والدي، هذا كان عينه كلش قوي، يشوف الأشياء من بعيد بعيد. فرد مرة هو قال لي، قال إحنا وقت اللي كنا طلبة ما كان عندنا فلوس، ما كان عندنا فلوس للنفط حتى نطالع به بالليالي، وأنا أريد أطالع. يقول ليلة الأولى من الشهر والليلة الثانية من الشهر ما أتمكن أطالع في نور القمر، من الليلة الثالثة أنا أطالع في نور القمر. يقول فضعفت عيني ضعفا شديدا، ثم توسلت بالسيد محمد في طريق سامراء لعل قسم منكم ذهبي، فشوفيت وصار عيني قوي، وإلى أن مات عيونه كانت قوية. شاهد ما عندهم فلوس حتى يطالعون في ضوء القمر، وخرجوا مجتهدين علماء شخصيات مراجع. الحمد لله الآن متوفر الكهرباء، متوفر طلبة، متوفر بكثرة المدرسين، متوفرين الطباعة، متوفرين الكتب، متوفرة كتب. سابقا ما كانت، أنا أذكر هذا الشيء، كتب ما كانت، مكتبات ما كانت، قبل 45 سنة أنا أذكر. بس هاي قضية أخرى. الشاهد أنه الإنسان يجب عليه أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، الشباب والقدرة والطاقة والأعضاء السليمة والمجتمع الحر، الدراسة المتوفرة والكتب المتوفرة. سوروا كتاب حقيقة الآن اهتموا بالكتابة، فلسنة الآتية كل واحد منكم يتمكن يكتب يعني 300 كتاب تتمكنون تعلمه إلى سنة. كتاب في مختلف الشؤون اللي تريده، اقتصادية، اعتقادية، أخلاقية، سياسية، اجتماعية، تربوية، أي شيء اللي هذا مو من المؤسف أن هذه النعم لله سبحانه وتعالى تذهب إلى اعتباط وهدر؟ أنا شايف كثير من الشباب يعلمون، أنا شايف وما أريد أتكلم، قسم منهم تعرفون شيء، قسم ما تعرفون شيء. شباب شباب عمره 14 13 سنة يعلم الكتاب جميل. قبل كم يوم جاءني فرد واحد، شوف عندي كتب جميلة وشباب، تعجبت قلت كتبك هذا؟ قال كتب معلم. الإنسان جوهرة، كيفما صنعتها تصنع مثل شمعة. سوي مجرم يصير مجرم، سوي مؤمن يصير مؤمن، سوي قديس يصير قديس، سوي كناس بلدي يسوي كناس بلدي. احنا كلنا بأيدينا في الحقيقة. هل لازم لا يفكر انا بعد 20 سنة لازم ألف، انا اصير ناضج حتى ألف؟ ألفت سوي قلمات راوي للناس، فرد واحد أستاذك، فرد واحد يقول كتاب زين، يجي كلام منه يطبع، يهتم حتى يطبع. الإنسان يجب عليه أن يهتم حتى كتبه تطبع، مثل شعره. مو إحنا آغائية حتى نقعد هنا وناس خدامنا يطبعون كتبنا، لا مو أجل. أي واحد لازم هو يسمع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، الناس يشوفوه. لا ما صاروا، ما تمكنوا، ظروف مو مهيئة، أنت مثل المشاكل اللي عندك كثر مشاكل. إحنا وقت اللي أصحاب رسول الله، أصحاب علينا، أصحاب الحسين يسمع كلماتهم، انه شلون كانوا يعيشون في شغف من العيش، في صعوبه، شلون يقدمون الاسلام، نحب ان نكون مثلهم. لكن في وقت العمل لا، ولهذا الاسلام متاع.
الشيء الرابع اهتموا بالقلم للتأليف للهداية للإرشاد. حقيقة الآن انتم 100 سنترة، احنا أصدقائنا في الجوابر تقريبا 150 واحد، 150 كل واحد في هالسنة يألف ثلاث كتب، أي شأن اللي يحب، شأن المرأة، شأن العامل، شأن الفلاح، شأن صدام، شأن إيران، شأن أفغان، أي شأن اللي يحب يألف كتب، روايات أئمة، تفسير قرآن، أي شيء. 150 في 3 شو قدر يصير؟ 450 كل كتاب منه يطلع فرق 10,000، شو قدر يصير؟ هي عدد ضخم يصير هذا الشيء. الإنسان لازم لا يستهين بقدراته. الإنسان عنده قدرة كبيرة. حياتكم صعبة، خلت تكون صعبة. فرد واحد من العلماء نقل لي هو وهو آية الله سيد نجف المرعشي، عجيب اسمه، الله يحفظه إن شاء الله، من العلماء الجيدين في الحقيقة، من المراجع الجيدين. قال أحد العلماء، ذاك العالم ما أجيب اسمه، يقول أحد العلماء قبل 60 سنة، وهو عالم جدا مشهور أيضا مع صاحب مؤلفات، ونستفيد من مؤلفاته إلى اليوم إحنا في كل البلاد الشيعية، يقول أنا وأبي، سيد النجفي يقول أنا وأبي ذهبت إلى بيته، وهو مرجع كبير في يومه، مرجع الشيعة، يقول ذهبنا إلى بيته، قالوا في غرفة المطالعة، غرفة صغيرة عدة كتب شيء طالع، مو غرفة البراني وعظيمة، يقول إحنا هنا غرفة جدا صغيرة كانت وجدا نظيفة للمرعشي، يقول غرفة صغيرة ونظيفة جدا لكن بسيطة أيضا، مو يعني أشياء دي. يقول انتبهت أنا وجلب انتباهي فرد جدر صغير وسخ أسود في الرف محفوظ. قلت هاي الخادمة مال هذا القبة، القبة النظيفة وقبة مرجع التقليد ومكان قعدت المطالعة، هل هل جدر الوسخ الصغير هذا في رفة؟ يقول أخذ لي أباوع، هو التفت هو المسجد، يقول قال لي إيه وش تباوع هذا؟ قلت أنت بنجف المرعش، قلت ليش خاتمة وقت اللي تحمس القبة هاي الجدر ما وده خارج، ما وده تخارج، قال ضحك، قال في الحقيقة أنا مخليها للجدر هنا حتى يذكرني بأيام كنت طلبة، يقول أنا كنت طلبة في إحدى أرياف إيران وسمى الريف ما أجيب مو في المدينة، ونحن كنا من الفقر بحيث لا نحصل على قوت أبدا، كل شيء واحد. يقول أنا بالليل من يصير أروح بالنفايات مال العجل، أدور في النفايات قشر رقي قشر بطيخ هالأشياء نفايات نفايات، وبالليل أروح حتى الناس اللي يشوفون أجيب للبيت المدرسة غرفة المدرسة أغسلهن أخليهن في هالقدر وشوية ماي وشوية ملح أطبخه وأكله، هذا أكلي ليل نهار. الناس يقولون عنده مشكلات، معلوم بالمشكلات إنسان يتقدم. الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى إني جعلت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلا يجدون، الشاهد أنه قسم يقولون عنده مشكلة، هل يكون مشكلة؟ المرء يجب أن يعلو على المشكلة، وهذا مش تتقدمون ما تتمكنون تخدمون، ما تتمكنون أن ترفعوا آلامكم في قضايا المسلمين والإسلام. الشيء الرابع إن شاء الله قوة أقلامكم تأليف، ومن هالسنة لازم تألفون مو بعد 10 سنوات، اهتموا للطبع أيضا بالاهتمام كل شيء. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول من اهتم بشيء وصل إليه أو قريبا منه، يعني إذا اتهمتك تروح إلى طهران، إما تصل إلى طهران أو لا ترسخ من طهران تصل، هذا الشيء الرابع. الشيء الخامس
وأخير الأشياء التي نريد أن نذكرها، كونوا اجتماعيين. اجتماعي يعني كونوا مع الناس، تشيع جنائزهم، عيادة مرضاهم، استقبال مسافريهم، حلال مشكلاتهم، تعملون خدمة لهم، رواح، مجيء، زيارة. هل هذا ينافي العلم؟ بالعكس، أبدا ما ينافي العلم، يقوي علمه. صدقوا أنا كثير من كتبي التي كتبتها إنما استفدت بعض المواضيع منها من الاجتماع. كونوا اجتماعيين. لا تقولوا إحنا صغار، إحنا أطفال، إحنا شباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أسامة ابن زيد وعمره 17 سنة على الجيش يحارب به أمريكا ذلك اليوم الروم. 17 سنة عمره، أقلكم عمره 17 سنة. مش من الناس يصورون هذول أطفال، لا مو أطفال. النبي جعل حاكم مكة عتاب ابن أسيد شاب عمره مختلف فيه بين 18 سنة إلى 22 سنة، حاكم مكة عاصمة، يعني حاكم الطهران، حاكم طهران، وفي مكة أشراف وشخصيات وهذول أشياء اللي سامعين في التواريخ. الإنسان إذا قال أنا لا ما أقدر، أنا الشباب، أنا بعدي، أنا مشكلات عندي، أنا أبوي كذا، أنا أختي كذا، ليش بكون معنا؟ لأنك توحي إلى نفسك بهذا الشيء. لازم الإنسان يوحي إلى نفسه، يلقن نفسه أنا قوي، أنا شخصية، أنا رجل، أنا خدوم، أنا متواضع. هتص لقن نفسك هذا. الأمر الخامس، صيروا اجتماعيين. رواح، مجيء، زيارة، استقبال، بدرقة، قراية، مجلس، حل مشكلة، مساعدة الناس. أخو فريد بيت فارسي جميل يقول كان فريد ثعلب قرن، هذا قاعد حتى فريد أسد يجي يأكل الفريسة ثم الزائد منه يأكل هذا الثعلب المقرن. الشاعر في أشعار لطيفة يصل إلى هذا الموضوع، يقول دائما كن أسد مفترس، لا تكون ثعلب مقرن منتظر الآخرين. الإنسان لازم يكون أسد مو ثعلب مقرن منتظر الآخرين. لا يا أخي، ما أقول ثعلب أنت تفترس الناس، لا، يعني كل اجتماعي. الحمد لله تعالى دراسة ومطالعة وشباب ومحل أمن ووسائل مهيئة ومدينة مكتظة بالناس الأخيار. في الأحاديث أكو إن قم عش آل محمد. عش الطيور والعصافير، قم شبه في لسان الأحاديث بهذا الشيء. وأن من زار فاطمة المعصومة وجبت له الجنة. مكان جدا ممتاز، ولو فاطمة المعصومة مو إمام، مكان جدا ممتاز. فلا تخلوا تفوتكم الفرصة، لأن الفرصة إذا فاتت، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول الفرصة كثيرة الفوت قليلة العود. لا تعود شبابكم يعود، اغتنموا الفرصة فإنها تمر مرا سحاب. في كلمة أخرى للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه أمور خمسة إن شاء الله كلها طبقوها، بأي مشكلة اللي عندكم مو مهم. من هالأسبوع، من هالليلة يحتاج إلى شيء؟ التعمم، القلم، البيان، القراية والاجتماعية. كونوا أمثلة اجتماعية، كونوا أمثلة خدمة، كونوا أمثلة طيب. إذا صنعنا هذا الصنيع في الحقيقة أخذنا في الخدمة. فرد شباب سعودي بارحة كان في بيتنا، قلت مش عجب هسه هنا، قال أنا هارب من السعودية. قلت شلون هارب؟
قال لي عن موجة من الاعتقالات أكو في السعودية وأنا هربت. يقول من جملة أنا صارت مدة كنت معتقل يعني رادوا مرة ثانية يحميني هربت. قال قلت عذبوك؟ قال 17 يوم عذبوني. وأسلوب التعذيب هذا غير التعذيبات الأخرى. يقول يوقفوني مكان جنديان مسلطان بي حتى ما أنا. يقول 17 يوم أنا واقف وما أنا. يقول بمجرد أنه يقول أنا أسقط من النوم طبيعي مثلا 17 بالنهار ما يتمكن منه. يقول بمجرد أن أنام هذا الشرطي يلوح علي بالخيزران يوقف. مش كثر أصدقائنا هذا الشكل في العراق في السعودية في البحرين في الكويت في أفغانستان. يقول أنتم تفكرون في هذه الأمور أو يجب علينا أن لا نفكر في هذه الأمور. فالصديق من الكويت الآن موجود هنا في بيتي هو شايف هذا الشيء الآن موجود الآن حس سمعت عليه لكن ما يقول له هو. يعني أنا قلت له لتقول أنت كأنت لتقول من بمناسبة قال سجنوني في الكويت. هذا قريب يقول سجنوني في الكويت رحت في فرد مكان في السجن شفت فرد شاب مبسمري بالحائط وكل بدنه مجروح والدم يجري كأنه هو يلموس مجرحني ويسوي فرد حس ضعيف أمين ضعيف أواخر عمره يقول مبسمري بالحائط في الكويت. احنا مو مكلفين امام هؤلاء في الحقيقة لنفرض اننا الان في محل راحة الانسان لازم يخدم هؤلاء وهذا مو واحد ولا عشرة مئات الالوف عندنا هالشكل شباب بنين وبنات في لبنان في العراق في البحرين في الكويت في السعودية في افغانستان في باكستان في بلاد اخرى مكلفين امام هؤلاء. الله يسألني في الحقيقة يقول بس انت كنت تقرا سيوطي او ابن عقيل او شرايع هذا هو اراد منك. هذا صحيح لكن من الصحيح ايضا العمل وطريق العمل ماذا كان كلام البيان التعمق الاجتماعيات ما خلونا نقرا في بيوتكم هذا طريق العمل. انتوا فكروا لو انتوا كنتوا مكان هؤلاء الشباب المعذبين حقيقة ما كنت تفكرون أنه أصدقائي شو يسوون إلنا. كلنا كنا نفكر. الآن الحمد لله تعالى الله أعطانا الصحة والأمن وكل شيء يا نعمة وعمل مو شاق يعني أيضا مو عمل بناء اللي مسكين يصعد طين إلى السطح وينزل مو عمل كالناس بلدية أعمال شريفة أعمال محترمة أعمال سيادة أعمال شخصية. فرد واحد من أصدقائنا كان جاي من أفغانستان هذا قبل مدة الآن في سوريا موجود أحد علماء أفغانستان. أنا قلت له اكتب كتاب وكتب كتاب بالفعل. يقول أنه في السجن يجيبون العائلة كل مسلمين شيعة أو مسلمين مفروض يقول يجيبون العائلة كل الأم والأب والإخوة والأخوات وهذول يربطوهم بالحائط ربط بعدين يجيبون الطفل مالهم اللي عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات في وسط الإهنة هذول كلهم مربطين يصبون عليه نفط يحرقوا أمام أباء حتى يحترق يحترق. فكروا وقتي هذا شيء الآن موجود مو قصة مال فرعون وهامان ومال قبل 5000 سنة و4000 سنة وقضايا أخرى مثلا قضايا التعذيب في السجن في سجن كابر. الآن الله يريد منا العمل وعملنا هذا العمل الشريف. الله تعالى جعلنا في عمل شريف في عمل يحبه ويحبه الناس في عمل ننقذ نحن بسببه أولئك. يعني إذا فضحنا أولئك معنا ننقذهم. كتبنا كتب ضد الشيوعيين ضد البعثيين ضد القوميين ضد الغربيين يعني إنقاذهم يعني نعطي الوعي للجماهير. هذه أمور يجب علينا العمل بها التعمم. وقلت في أول البحث إذا بعض الأصدقاء يريدون أنا هم أكون أيضا من المساهمين في تعميمهم ماليا معنويا قراية البيوت أسبوعيا
تقوية القلم للكتابة، تقوية البيان للخطابة، وكونهم اجتماعيين حتى يتمكنون يوجهون الاجتماع، لأن خارج عن الاجتماع مثل ما كنت توجه الاجتماع، خارج عن الاجتماع ما تحصل فلوس للاجتماع حتى تطبع كتب، حتى تنقذ المساكين، حتى تسعف المحتاجين. إن شاء الله هذه الأمور لا تنسوا، والوقت فايت. لا تقولوا وقت أكو في المستقبل، لا، وقت فات فايت. إذا كان وقت في المستقبل ما كانت العراق هالشيء، ولا سائر بلادنا بهذه الصور التي تعرفونها يومية. ماكو هنا ما تسمعون على أنه أنا أقول الإيرانيين بمبردمان يكون عن إنهارا، قنابل يذبون على الناس الآمنين، رجال نساء أطفال، هذا شنو يعني؟ هذا منو لازم ينقذ هؤلاء؟ إحنا من جنة، وهذا طريق الطريق، قسم منهم في الجبهة أو ما أشبه أو كذا، قسم منهم هذا الطريق. جبهة ماكو، قتلا ماكو، قطرا ماكو، خوفا ماكو، جوعا ماكو، عطشا ماكو. الآن إيش كثر عندنا وترى إحنا في العراق، سواء في السجون العراقية أو الذين أسروا من الجبهات وكانوا أصدقائنا، أصدقاء كلهم، إيش كثر أنتوا أقرباكم الآن في السجون موجودين في العراق؟ لعل أكثرنا الموجودين هنا أقربانا بالسجون موجودين 6 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات. هذا يحتاج من الخدمة، والله يريد من الخدمة في الحياة، مو بس هؤلاء. إن شاء الله تعالى اهتموا لهذه الأمور الخمسة في نفس هالأسبوع، لا تقول الأسبوع الآخر. الشيخ البهائي في شعر لطيف له يقول: ما فات مضى، وما سيأتيك فأين؟ قم واغتنم الفرصة بين العدمين، الماضي عدم، الآتي هم عدم. الآن احنا في ساعتنا، في يومنا، في وقتنا، في شهرنا، في سنتنا، في عمرنا. ما فات مضى، وما سيأتيك فأين؟ قم واغتنم الفرصة بين العدمين. الآن أنا هناك، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. هذا نصف موضوع بحث. نأتي إلى الموضوع الثاني وهو التقوى. قلنا بحثنا يتحول إلى موضوعين، نصف الموضوع الأول ونصف الموضوع الثاني وهو التقوى. من أهم الأشياء أن يكون الإنسان متقيا لله سبحانه. الإنسان المتقي ومن يتق الله يجعل له مخرج. الله صادق، وكلنا نعتقد الله صادق. يعني التقوى شنو؟ يعني عيوننا، يعني آذاننا، يعني ألسنتنا، يعني قلوبنا، يعني بطوننا، يعني فروجنا، يعني فكرنا، كله تحت رقابة الله سبحانه وتعالى ليل نهار. وكلنا نعلم ان الله مينا لا تاخذه سنه، يعني النعاس، يعني الله ما يتنعس، الله ما يغمض. الله دائما يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعرف كل شيء، وهو اقرب الى الانسان من حبل الوريد. انسان لازم ينمي ملكه التقوى في قلبه، حتى الصدق متقي. إذا كنت متقيا لله سبحانه وتعالى الله يعطف عليك. أوفوا بعهدي أوف بعهدي، أطيعوني أنا أطيع، اسمعوا أوامري أنا أسمع دعاء. يجب على الإنسان أن يهتم بالتقوى. شوف إحنا الحمد لله في المسلمين وناس طيبين، شوف ايش كثر دعونا على قدام، مليارات من الدعاء. وان تقوى منه، ما اقول عند الكل مو موجود، عند الاغلب مو موجود. بينما الله في القران يصدق: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وين الاستجابه؟ وان تقوى ماكو، وفاء بعهد الله ماكو، اللهم لا يفي بعهودنا. وان في ايه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في آية أخرى يشترط، يقول: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي.
احنا يجب علينا ان نشعر قلوبنا التقوى، هذا يعني حقيقي نخاف من الله، مو روتينيات. اكو فرق بين روتين وبين واقع. الان امثل لك مثال، صار قرار اليوم ساعد الخمسة يعني تقريبا اذان الصبح، قبل اذان الصبح تروحون الى طهران، وطهران اكو فرق فلوس لا باس به، فرق 50,000 تومان متبرعين يطوف. الليلة انت بتنام للخمسة، وحتى اذا نمت خلي ساعة وما شمت يمك، وحتى اذا ما عندك ساعة سر على اصدقائك او والدك او والدتك ان نبهك. هذا مو 50,000 تومان لا، ننزل. صار ايام ربيع، وايام ربيع من المقرر نروحوا يا جماعه من الاصدقاء في فرد منتزه قريب قوم، فرد فراسخ من قوم، فرد منتزه هندي، فرد اربعه خمسه من الاصدقاء للتنزه، سباحه تنزه، ايام ربيع ايام صيف للسباحه. شعب ايش يقولون؟ لازم احنا ما نروحش نروح من وقت وقت. شعب ايش لازم الساعه 5 نروح صبح حتى نمشي مسير سير على الأقدام. أول الخمسة أتنى. حتى إذا ما واحد وعاك لأن قلبك يريد هذا الشيء. حسنا، إن إحنا المتقين إيش عجب ننام للشمس؟ إذا كنا حقيقة متقين وقلبنا يشعر التقوى هالشكل كان نام للشمس؟ أوه. هذا علامة ما موجود، علامة أنه روتينيات. فرق بين تقوى وغير تقوى. الإمام السجاد مرة جاي يروح أحوال الأئمة طالعوهم، أنتوا طلبة كلكم. الإمام السجاد فرق يوم كان يروح للحج، طواف لم قبل الإمام بعد الإمام كانوا يروحون، لأن ذاك اليوم البلاد الإسلامية حرة من كل مكان يروحون إلى كل مكان. هذا الشيء اللي يجب أن نعيدها. في أثناء الطريق الإمام شاف القوافل اللي جاي يروحون مزدحمين ما يتحرك وما يروح. سأل شنو؟ قالوا يا ابن رسول الله هنا اكو فرد اسد سبع جاي قاعد على الطريق، لأن السبع سابقا كانوا هالشكل يسوون. وقت اللي يجوعون يخرجون من محلاتهم من الغابات كذا يجون على الطريق حتى يفترسون فرد دابة أو فرد إنسان أو فرد شيء ثم يرجعون. يقولون قاعد على الطريق وكلهم خايفين وبعيد هناك. الإمام اجي شاف كم واحد من الزهاد موجودين في هؤلاء القوافل اللي واقفين هناك، لكن زهاد ظاهرا مو واقعا مو متقين، للرياء للسمعة. تفرق الله يفرق. يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. مدير بالك يا موسى أني يغشني فرد واحد؟ أبدا. فرد فلوس قلب، فرد واحد يطيني وأنا أنغش؟ أبدا. يا موسى، خطاب الله لموسى الكليم، أخلص العمل فإن الناقد بصير. زين يشوف ما يشتغل ما يعبر عليه. فإن الناقد بصير بصير. هذول الزهاد، كم واحد من الزهاد كانوا مع القافلة، هذول هم يخافون من السر، مو مربوطين بالله. الإمام السجاد تقدم وأراد أن ينبههم على أن الزهد قلبي مو ظاهري فقط ومو خداع. قال أليس فيكم من يحبه الله حتى يستجيب دعائه؟ ما فيهم دكان. الإمام السجاد تقدم إلى الأسد، أخذ من أذنه نحى عن الطريق وقال روح وقاتل. بين هذا الزهد الكاذب وهذا الزهد الصادق. التقوى هذا معنى تقوى القلوب. إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال الله إلا من أتى الله بالظاهر جميل. يجب علينا ونحن الطلبة بصورة خاصة أن نشعر التقوى قلوبنا، يعني حتى قلوبنا متقية. الإنسان اللي صار قلبه متقي لا يكذب، لا يخون، لا يستغيب،
لا يستعمل قضايا جنس حرام، ما يشوف عينه إلى هنا وهنا، ما يأكل أكل حرام وإلى آخره. أي واحد اللي موجود هذا الشيء فينا لازم نحمد الله تعالى ونشكر. أي واحد اللي مو موجود لازم نهتم حتى يصير هذا الشيء عندنا. هذا يسمى بالتقوى. هذا شيء صعب لا شك فيه، لكن الثمن أيضا كبير. الله يستجيب دعاءك، يحل مشاكلك، مو يعتبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله تعالى والأئمة يعرفون حتى قلوبنا شنو. تتصور الإمام الغائب في جمكران تروح لما الإمام الغائب، الإمام الغائب معك، مثل ما تروح للإذاعة في مثال مادي أذكر، تروح للإذاعة إذاعة طهران إذاعة لندن، يا بيروح جاي حتى أسمع الراديو، يقول الراديو في بيتك موجود، موجات الراديوية في بيتك موجود، ما يحتاج إلى تجي هنا، افتح الراديو، لا افتح قلبك، الإمام الزمان يمك، الإمام المهدي يمك. جمكران صحيح الإنسان لازم يروح مسجد، لازم يروح، لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام مثلهم مثل أمواج، ومثل هذا ضعيف كأمثل، وإلا هم أقوى من هذا المثل، أحب في كل مكان موجود. إذا قلبك يشعر التقوى وقت اللي تقوم شنو تقول يا علي؟ اعتبار تقول يا علي. وقت اللي عندك حاجة يا أبو الفضل العباس نقضى حاجتي، أبو الفضل العباس الميت اللي في قبر يقضي حاجتك، ولا أبو الفضل العباس اللي روحه مسيطر على كل مكان بإذن الله تعالى. هذا مربوط بالقلوب، لنصلح قلوبنا عن الخواطر. مو الله يعرف، حتى الأئمة يعرف، حتى فاطمة المعصومة تعرف بإذن الله تعالى. أولياء الله الشك، ما أدري أي واحد منكم رايح على مسجد الكوفة، قسم رايحين قسم مرايحين إن شاء الله تروحون. أكو في وسط مسجد الكوفة فرد مكان اسمه سفينة نوح، محل سفينة نوح جاي إلى هناك، ومرسي مرسي واقف، واستوت على الجودية. في الأحاديث أكو المراد بالجودية هناك، هناك شبه سرداب أكو، في السرداب أكو ماي شوية، ماي بئر شوية، يعني اثنين ما يتمكنون يتوضون على ماء البئر، كان ماء صغير. إن شاء الله ما أدري هسه موجود أو مو موجود، إن شاء الله صدام يسقط وتروحون للعراق تروحون هناك تشوفون. فرد عالم كان في مثل كوفة، قصة مو قديمة، قصة جديدة، يعني قديمة قبل 50 سنة 40 سنة أقل أكثر. فرد واحد يروح هناك يتوضي حتى يصلي مع عالم يصلي في نفس المسجد، اسمه العالم الشيخ عبد الله، وهذا العالم من الزهاد، الناس كلهم يصلون خلفه، إنسان جدا طيب زاهد متقي. هذا راح يتوضب العجل حتى يلحق على الركعة الأولى مال الشيخ، اسمه الشيخ عبد الله الشيخ. حتى في الكتب هذه القصة مذكورة، أكو كتب خاصة للإمام المهدي طالعوها حتى إنسان يعرف إمامه المهدي صلوات الله عليه. فرد واحد كان يتوضع على هذا البير قبله، لازم هو يقوم حتى أنا أنزل وأتوضع، فهو شوي عطل هذا اللي يتوضع شوية يعني، وما يعرفه هذا، ما يعرفه. فرد رجل عربي يتوضع قبله، قال له هذا الإنسان اللي يتوضأ ويلحق على الصلاة، صلاة الشيخ عبد الله، قال لذلك الإنسان العربي اللي جاي يتوضأ وما يعرفه، قال له عمي شوي تأخر، أنا أريد ألحق على الصلاة، أتوضأ وألحق على الصلاة. هو العربي قال تريد أن تصلي مع شيخ عبد الله الدخني؟ هو يقول أنا ما كنت أدري هذا لقب دخني، أنا أعرف شيخ عبد الله مو دخني بعد، ما أعرف هذا الشيء. أتريد أن تصلي مع شيخ عبد الله الدخني؟ يقول لا، أول مرة أسمع، أنا دائما أصلي خلفه، إنسان طيب وأعرفه، لكن دخني ما أعرف لقب دخني، مثل بغدادي شيرازي كربلائي طهراني إصفهاني
نجا في قومي اشغل لقى دخن. قلت ايه اريد الحق بالصلاة، فتوضيت على كل حال والتحقت بالصلاة. يقول بعد الصلاة رحت على هذا الشيخ قبلت ايدي مثلا، قلت الشيخ ما انت شنو لقبك؟ الشيخ عبد الله شنو؟ ما ادري. الشيخ عبد الله الدخني لقبك؟ قال له ايش تسأل هالسؤال؟ العالم سأل مني، أنا السامع من ذاك العربي هاللقب. قال ايش تسأل مني هالسؤال؟ قال في الحقيقة في السرداب رحت أنا أتوضأ، قلت كان سفينة تروح سرداب أكو فوق في المظهر وجوه السرداب. في السرداب رحت أتوضأ، فالواحد كان يتوضأ، قلت أتوخر حتى أنا أتوضأ ألحق على صلاة الشيخ. قال شيخ تريد أن تصلي مع الشيخ عبد الله الدخني؟ يقول من قلت له هذا؟ قام يضرب على راسه الشيخ عبد الله الدخني. قلت الشيخ ما قلت شيء. قال غريب، هذا إما الإمام المهدي أو أحد أنصاره اللي قال لك هذا الكلام. قلت شلون؟ قال إحنا عندنا الدخن، دخن تدرون شنو؟ دخن هذا الصغار اللي دواجن تلتقطه. قال عندنا الدخن إحنا، وأنا الدخن هذا الدخن وقت اللي يأخذوه من أشجارها، لأن شجر عندها مثل حنطة مثل شعير من سنابلها سنبلتها، يشروها على السطح مكان شمس حتى تيبس. يقول أنا عندي دخون، لأن إحنا عندنا مزرعة دخون، فأنا الدخون كنت نشريهن على السطح. شرعت بالصلاة شفت مطر جاي يجي، ففكرت في صلاتي أن هذا الدخون يخرب. هذا قال شيخ عبد الله الدخني، يعني هذا اللي في صلاته يفكر في الدخن ماله. الله والأئمة الطاهرون، إذا الأئمة ما يفهمون لماذا نتخذهم إماما إحنا؟ لماذا كل يوم نطلب منهم حوائج؟ تقوى معنى قلبك. لعل الظاهر الإنسان ظاهر طيب، لكن قلبه يجب أن يجاهد. كلكم سامعين أن رسول الله قال مرحبا بقوم رجعنا عن الجهاد الأصغر وبقي علينا الجهاد الأكبر. يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهادك مع نفسك، هذا معنى. فرد واحد من أصدقائي في قوم يقول أنا جيت فردت من العراق وجيت إلى قوم، وننزل ويا فرد واحد من جيراننا أقربائنا أصدقائي في قوم ومتضايقين، واي متضايق. كل ما ادور بيت اشتري ماكو، كل ما اريد استاجر في البيت يناسبني ماكو. يقول في الست اشهر انقضى عن هذا الشيء، اوصل دلالين بنكداريه على اصلاحهم. يقول كل ما اسوي هذا الشيء ما احصل. يقول فرد يومه واي ضاق بي المجال، عائلتنا وعائلتها هذول وإحنا الضيوف ويتعاركون أطفالنا وهو أيه. يقول جيت أسأل إلى المعصومة بلا إذن ولا دخول ولا زيارة. يقول السيدة المعصومة قلت إيش أنتوا هالشكل تضيفون الناس؟ إحنا جايين حتى حوش ما تبطونا. يقول بشدة قلت هذا الشيء، يعني شنو بشدة؟ يعني عن كل قلبي، يعني مو روتين. يا الله يا الله، روتين هذا ما يفيد، ما يصعد حتى المثل. يا الله واقعية من كل قلبك. يقول هالشكل بالشدة متأثر أنا، ولو أسأت الأذى قلت هالشكل تضيقوا الناس. يقول قلت هذا وطلعت من الحضرة، طلعت من الحضرة بالصحن. فرد صديق شافني قال لي فرد مدة أتجى تدور على بيت حصلت ما حصل؟ قال ما حصل. قال أكو بيت هنا. يقول رحت فرد بيت ممتاز في نفس اليوم صار. لكن هذا عن واقع راح مو عن روتين. تقوى القلوب كما في القرآن الحكيم من تقوى القلوب خدمة، يعني أن قلب الإنسان حقيقة يتوجه إلى الله، حقيقة يخاف الله، حقيقة يطلب الحوائج من الله، حقيقة يعرف أن الله بيده كل شيء، وأنه إذا نظر خطأً الله عارف بنظره، وأنه إذا تكلم خطأً الله عارف بكلامه، وأنه إذا فكر خطأً الله عارف بفكره، وهو عليم بذات
صدور، يعني شنو في صدرك الله يعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني الله معهم. حلول مشاكلنا بشيئين، الشيء الأول ما ذكرناه من الأمور الخمسة والتي نحل بها مشاكل المسلمين بإذن الله تعالى حتى تقوم حكومة 1,000,000,000 مسلم، والشيء الثاني أن نكون متقين، هدى للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.